الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، نبدأ في الموني بإذن الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. فأما قضاء السنن في سائر أوقات النهي وفعل غيرها من الصلوات التي لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة، فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز، ذكره الخرقي رحمه الله في سجود التلاوة وصلاة الكسوف، وقال القاضي رحمه الله في ذلك روايتان أصحهما أنه لا يجوز، هو قول أصحاب الرأي رحمه الله لعموم النهي، والثانية يجوز، وهو قول الشافعي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، قال متفق عليه. وقال في الكسوف: فإذا رأيتموها فصلوا. قال: وهذا خاص في هذه الصلاة، فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها، ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبتت جوازها. وهذا خاص في هذه الصلاة. وهذا خاص في هذه الصلاة، فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها، ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازها. لأنها صلاة ذات سبب. ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازها. جزاكم الله خير. أما قضاء السنن في سائر الأوقات، الحنابلة لهم روايتان، المشهور في المذهب أنه لا يجوز هذه الصلاة وإن كانت صلاة ذات سبب، ذكره الخرقي في سجود التلاوة وصلاة الكسوف، وقال لا يصلي لا تحية المسجد ولا سنة الوضوء ولا صلاة الكسوف ولا سجود التلاوة لعموم النهي، وغلبوا في ذلك الحاضر يقدم على المبيح، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات. وقال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الفجر. وهذا القول هو المعتمد، هي الرواية المعتمدة في مذهب الحنابلة، بأنه لا يجوز الصلاة ولو كانت صلاة ذات سبب إلا ما جاء الاستثناء به. والثانية، الرواية الثانية، يجوز، وهذا هو قول الشافعي. وطبعا الشافعي خالف الجمهور في ذلك، والرواية الأولى الموافقة للجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذه صلاة ذات سبب، مثلها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي وقت شاء. وأيضا في صلاة الكسوف، هي صلاة ذات سبب والناس في حاجة لها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموها فصلوا، وهذا خاص في هذه الصلاة. والقاعدة الأصولية العامة، شوف انظر العلماء كيف يعطونك كيف الدليل، لذلك قلت لك دلني على دليل مذهبك أعرف قيمتك، لا تدلني على مذهبك، دلني على دليل مذهبك. ولذلك قال الإمام في هذا الباب، وهذا خاص. والقاعدة الأصولية العامة أنه لا تعارض بين خاص وعام، إذا تعارض الخاص والعام يقدم الخاص على العام لزيادة الأهمية في الباب. قال: ولا يصح القياس على القضاء بعد العصر، أن الحكم فيه النهي فيه أخف لما ذكرنا، ولا على قضاء الوتر بعد طلوع الفجر، ذلك لأنه وقت له بدليل حديث أبي بصرة، ولا على صلاة الجنازة أنها فرض كفاية ويخاف على الميت، ولا على ركعتي طواف كل ده أنت قرأته. لا شيخ، ده دليل الحنابلة. لا مش دليل الحنابلة، هو بيتكلم عن أمر آخر. عامة أقول هنا لما قال وهذا خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهي العام، هذا الذي أردته، أنه يعني بين لك القاعدة الأصولية الكلية التي يستخرج منها هذا الباب، أنه إذا تعارض خاص مع عام يقدم الخاص
على العام لمزيد الأهمية، ولأن الاحتمالات في العام كثيرة والخاص لا احتمال فيه، فقال يقدم الخاص على العام، ولأنها صلاة ذات سبب. وهنا الصلاة ذات السبب من أين أتى بها؟ ده هذا تعميم، هذا استقراء، الاستقراء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صلاة لها سبب، وإن كان في وقت نهي أداه، فإنه قضى صلاة العصر بأبي هو وصلاة سنة الظهر بعد العصر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقر بقضاء الوتر بعد طلوع الفجر، وأقر بقضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، فيكون هنا الإقرار والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة واضحة جدا على أن الصلاة التي لها سبب تعمل ولو كان في وقت النهي. ولذلك القول الأصيل في هذا الباب هو على التعميم ليس على التخصيص، في قول يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى وقت ما شاء. قال ولنا أن النهي للتحريم والأمر للندب، وترك المحرم أولى من فعل المندوب، وقولهم إن الأمر خاص ترك المحرم النهي، نهى عن صلاة بعد العصر، نهى عن صلاة بعد الفجر. فعل المندوب هو إيش؟ وهو إذا دخل عليكم المسجد فليصلي ركعتين أو صلاة الكسوف. نعم. قال وترك المحرم أولى من فعل المندوب، وقولهم إن الأمر خاص في الصلاة، قلنا ولكنه عام في الوقت، والنهي خاص فيه فيقدم، ولا يصح القياس على القضاء بعد العصر لأن حكم النهي فيه أخف لما ذكرنا، ولا على قضاء الوتر بعد طلوع الفجر لذلك، ولأنه وقت له بدليل حديث أبي بصرة رضي الله عنه، ولا على صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية ويخاف على الميت، ولا على ركعتي الطواف لأنهما تابعتان لما لا يمنع منه النهي، مع أننا قد ذكرنا أن الصحيح أنه لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وكذلك لا ينبغي أن يركع للطواف فيها ولا يعيد فيها جماعة، وإذا منعت هذه الصلوات المتأكدة فيها فغيرها أولى بالمنع والله أعلم. هنا قوله ولنا أراد أن يرجح القول أو الرواية الأولى، وهي الرواية التي فيها التحريم. قال لأمور، الأمر الأول أن النهي للتحريم، الأصل في النهي التحريم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء في صلاة العصر بلسان حاله أو بلسان مقاله آخره أنه ندب، والأمر للتحريم هذا مفسدة، والأمر بالندب هذه استجلاب بعض المصلحة وضر المفسدة أولى من جلب المصلحة، لا سيما أن الانتهاء عن المحرم أعظم من فعل المندوب، لأنه له فعل وله تركه. وقولهم إن الأمر خاص في الصلاة رد عليهم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأقر بالصلاة، قلنا ولكنه عام في الوقت، حدث الرجال المرضيون وارضهم عندي عمر أن النبي نهى عن صلاة بعد العصر، نهى عن صلاة بعد الفجر، فهو عام في الوقت. قال والنهي خاص في الوقت، وإذا تعرض الخاص والعام قدم الخاص، لأنه نهى عن صلاة بعد العصر، نهى عن صلاة بعد الفجر. قالوا لا صح القضاء على القضاء بعد العصر، لما قالوا أن النهي بعد العصر على التخفيف، فأنا قلنا أن ابن المنذر رأى أن النهي خفيف جدا في بعد العصر، بل ما في نهي، لأنه هناك صريح القول من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، ولا القياس على قضاء الوتر، قضاء الوتر حقيقة الأمر أنه يعني الوتر جعله النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، يعني هنا له الوتر قبل أن يصلي الصبح، فيكون طلوع الفجر أيضا وقت للوتر. قال ولا صلاة الجنازة، يعني لا يصح القياس على صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية ويخاف على الميت، ولا على ركعتي الطواف لأنهما تابعتان لما لا يمنع منه النهي، أو لا يمنع منه النهي، وهو الطواف. والصلاة هنا صارت واجبة بإيجاب الإيش؟ الطواف، طواف العمرة أو طواف الحج. هذا معناه هنا يقول ولا قياس على صلاة الجنازة، يعني معنى ذلك أنه في كثير من التخصيصات على العموم أضعفت العموم هذا، يعني في كثير مما قال به الوتر والصلاة بعد العصر ثم صلاة الجنازة، كل هذا يضعف عموم النهي،
يعني كل هذا يوضح النهي، مع أن هناك النهي بعد العصر أصالة فيها إيش؟ فيه ضعف، فيكون هذا إطعاف على الضعف. أيضا في ركعتي الطواف جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحد أحدا طاف هذا البيت أو صلى وقت ما شاء، مع أننا قال مع أننا قد ذكرنا نصيح لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر. قال ولتقديمه للجنازة ولتقديمه النهي في هذا الباب، قال أيضا الجنازة لا تصلى والطواف أيضا لا تصلى، ينتظر حتى غروب الشمس ثم يصلي ركعتي الطواف أو يطوف في الصفا والمروة بعد ذلك يصلي ركعتين. الراجح من هذه الأقوال الرواية الثانية، وهي أن الصلاة ذات السبب لا يمنع منها المرء، لا سيما وأننا قلنا بأن تحريم الصلاة في هذه الأوقات تحريم إيش؟ أحبكم الله دحفتان فيها المتح، تحريم وسائل ليس تحريم مقاصد، وتحريم الوسائل أخف وأيسر، تبيحها الحاجة، أما تحريم المقاصد يبيحها الضرورة، وده فارق. فهذه النهي كان التحريم فيه تحريم وسائل، فالصلاة ذات السبب قوية فتصلى. قد صلى النبي بعد العصر وأقر من صلى بعد الفجر وأمر بالصلاة بعد العصر، وأيضا نهى عن منع من طاف أو صلى في البيت أي وقت شاء، فكل ذلك فيها أدلة واضحة جدا على أنه الصلاة ذات السبب له أن يصليها. إن كان الرجل معتادا للوضوء والصلاة بعد الوضوء فهذه تكون في حقه صلاة ذات سبب، يعني إذا كان الرجل ما توضأ وضوءا إلا صلى به فهذه صلاة سبب، هذه صلاة سبب. تفضل شيخ. قال فصل: ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي. وقال الشافعي رحمه الله: لا يمنع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من أي ساعة في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلين أحد بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إلا بمكة. يقول: قال ذلك ثلاثا. قال: رواه الدارقطني رحمه الله رحمة واسعة. حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. نعم، هنا بيقول في مسألة الطواف والصلاة بمكة صاحب المغني ابن قدامة يقول: لا فرق بين مكة وغيرها، عمم النهي لأنه عنده تأصيل عام، وهو الحاضر يقدم على المبيح، وما كان من النهي الذي له التحريم يكون مقدما على الأمر الذي فيه الندب. وأما الشافعي فقال: كل صلاة ذات سبب لا سيما بمكة أو غير سبب، الصلاة لا تمنع بمكة بحال، الصلاة لا تمنع بمكة بحال، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين البون الشاسع والفرق الواسع بين مكة وبين غيرها من البلاد، وقال: إن الله حرم مكة وهي حرام إلى يوم الساعة إلى قيام الساعة، ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار. فمكة غير البلاد، مكة مختلفة. لذلك الحديث الصريح عن النبي قال بأبي هو أمي قال: يا بني عبد مناف، لا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى وقتما شاء. فكان هذا فيه دلالة على أن مكة تخالف غيرها وأنه له أن يصلي. وقد نقول بأن صلاة الطواف جاءت ضمنا للطواف وتبعا ويغتفر التابع ما لا يغتفر في الأصل، لكن نحن نقول في أي ساعة أي ساعة شاء دلالة على الترخيص العام في هذا الباب. نعم. مكة ولا المسجد الحرام؟ مكة. حتى لو أراد أن يصلي في مكة، لأنه المسجد الحرام أطلق على كل مكة، والحكم كان في ذلك، فكل مساجد المسجد الحرام مساجد مكة هي كالمسجد الحرام، حكمها حكم المسجد الحرام. أقصد في بيته في فندق في كذا، له أن يفعل ذلك، لأنه أنت انظر لعموم النص، المسالس طوافا وضمنا فيه، لا قال: لا يمنعنا أحد إيش؟ صلى
في هذا البيت أو طف، والمسألة بتخيل البيت، المسألة منوطة بمكة. يعني شو باعتبار أن هذا البيت يعني مكة كلها حرم؟ أنا فاهم، أنا بغض النظر عن ذلك، أقصد لو لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من أجل عدم التحريج على الناس، لأن لو قلنا كده في حرج على الناس في الطواف وفي الصلاة. ما في حرج، وش الحرج؟ لو قلنا بالنهي في هذه الأوقات يعني. خلاص سيطوف وينتظر حتى تغرب الشمس ويصلي، أو تطلع الشمس ويصلي. الطواف صلاة. ماشي، وهو لذلك راح جمع. خلاص يذهب إلى سفر المروة. إحنا بنتكلم عن مشقة نتكلم عنها، لكن هو قال صلى طاف بالبيت أو صلى. ممكن يكون السياق على أنه الخاص بالبيت لأنه قال طاف أو إيش؟ أو صلى، لكن الحق أن نقول بأن الله تعالى قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عميم هذا، وهذا دلالة واضحة جدا أن مكة بأسرها سميت بالمسجد الحرام، فحكمها حكم واحد. قال رحمه الله لنا عموم النهي وأنه معنى يمنع الصلاة فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض وحديثهم أراد به ركعتي الطواف فيختص بهما، وحديث أبي ذر رضي الله عنه ضعيف يرويه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف قاله يحيى بن معين. هذه مسألة عظيمة، قال ولنا عموم النهي، وهذا الأصل الذي كما قلنا هذا الأصل الذي يتكلم عنه بأن الحاضر يقدم على المبيح، فيقول بأنه لنا عموم النهي وأن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى عن الصلاة بعد الفجر. كررنا الحديث كثيرا لكن لعل الإخوة تحفظه، هو حديث ابن عباس بأنه قال يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت في أو صلى في أي وقت شاء. فقال فإذا المعنى هنا المعنى ب إذا هنا المصنف يقول لنا عموم النهي في هذا الباب، وأتى من ناحية النظر بأن النهي بمكة كالنهي بغيرها. وش الفارق؟ ما في فارق، الفارق هنا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أولا تعظيم مكة، ولا قلنا أنهم قالوا المعنى الذي معنى النهي المعنى الذي فيه النهي بمكة وبغير مكة بمكة وبغير مكة، قلنا هذا عليكم هو الآن، لأننا قلنا بأن التحريم فيه تحريم وسائل، فالحاجة أباحته، والحاجة في مكة غير الحاجة في غيرها للطواف والبيت وغير ذلك من التماس الصلوات، لأن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، فالحاجة قد أباحت هذا التحريم الذي هو من أخف ما يكون، لأنه تحريم وتحريم وسائل. أيضا قالوا أن الحديث لا يمنعن أحد أراد بذلك لا يمنعن أحد أراد بذلك الطواف بالبيت، والطواف بالبيت يغتفر لأنه إيش تابع، والقاعدة عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وأيضا الصلاة جاءت ضمنا، وإباحة الطواف يعني فيها إباحة لما دخل ضمنا. أرأيتم لها نظير من الشرع، وش النظير لها في الشرع؟ إباحة الطواف وجاءت الصلاة ضمنا فأبيحت ضمنا، ولها نظائر في الشرع، وش هي؟ وش النظير لها؟ أتكلم بقى الفيس والمكسرر، وش النظير لها في الشرع؟ إباحة الفضة في أن كانت تابعة، جيد يا محمد، ما أنا مش لاقي على المكسرر، مش لاقي على المكسرر ومش لاقي هنا، هذا أتعبني، تفضل. شفنا صيام يوم الشك أو قبل رمضان بيوم أو يوم، هذا تبعا لمن كان عنده عادة. ليس هذا الذي نريده. بيع الثمر قبل بدو الصلاح تبعا. أن يبيع الأرض. ها؟ في البيوع كتير جدا كنت أغلق في البيوع. نعم. أن يبيع. أنا قلت شيء. أنا قلت كده. نعم. هنا بيع الثمر قبل بدو الصلاح يغتفر إن كان إيش؟ تبعا. هو باع الأرض والنخل جاء تبعا للأرض. أدناك أبو عيشة من زمن بعيد ما رأيناك، ما التخلف هذا؟ لما التأخر هذا؟ فيكون هنا لو كما قلت لو نظير من الشرع في مسألة الضمنية، لذلك قالوا تصلى. لكن صحيح في هذا الباب أن نقول وإن ضعف حديث أبي ذر فحديث لا يمنعن أحدا طاف أو صلى حديث ظاهر في هذا الباب، وهذه صارت سبب. وقلنا المنع منها ليس منع في ذاتها، المنع منها منع في إيش؟ في غيرها،
المنع وتحريم الوسائل أيسر من تحريم ما أحسن. قال علمت أنها في البيوع لكن أعياني التفكير. رضي الله عنك ونفع بك المغرب بأسره. نعم تفضل. قال فصل: ولا فرق في وقت الزوال بين يوم الجمعة وغيره، ولا بين الشتاء والصيف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عنه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا ننهى عن ذلك. ننهى. كنا ننهى عن ذلك، يعني يوم الجمعة. وقال سعيد المقبري رحمه الله: أدركت الناس وهم يتقون ذلك. وكان عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت ألقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعة، ورخص فيه الحسن وطاووس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وإسحاق رحمهم الله في يوم الجمعة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك يا أبو الوليد، نفع الله بك الأمة الإسلامية، نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. عن أبي قتادة رضي الله عنه مثله، رواه أبو داود. ولأن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت وليس عليهم قطع النوافل. وقال مالك رحمه الله: أكره إذا علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلمه ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعة. وأباحه فيها عطاء في الشتاء دون الصيف، لأن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك الوقت حين تسجر جهنم. ولنا أقول هنا يتكلم على مسألة استثناء الجمعة من أوقات النهي في الصلاة. نعم. فقال طبعا قال الحنابلة وقال الجمهور أنه لا صلاة، لأنه ينزل تحت عموم النهي. والشافعية يقولون بالاستثناء. وش الاستثناء؟ المفروض النهي إذا جاء عاما يبقى على عموم، يبقى على عمومي. فإذا جاء النهي عاما فيبقى على عمومي، ويحتاج المرء في ذلك عند التخصيص أن يأتي بالدليل. قد جاء الدليل، والحق أن الدليل جاء موقوفا مرفوعا. هناك أثار كثيرة جاءت مرفوعة وموقوفة، والصحيح أنها الموقوف هو الصحيح، الموقوف هو الصحيح. فإذا أتينا بالموقوف وكان صحيحا، وكان الصحابة يدخلون فيصلون حتى في وقت الجمعة، والحديث الذي جاء إلا يوم الجمعة وحديث ضعيف، لكن هي صلاة ذات سبب في هذا الباب، فيقوي منهج من قال بأنه يجوز الصلاة النافلة المطلقة في هذا التوقيت، حتى ولو كان في الأوقات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صاعد جهنم في الأسبوع، إلا في الجمعة، فالجمعة حالة خاصة، والحق أن الجمعة حالة خاصة. رضي الله عنكم، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. والحق أن الجمعة حالة خاصة. الجمعة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أضل عن هذا اليوم أهل الكتاب ودلنا عليه، وأيضا بيّن أن الجمعة هو خير أيام الأسبوع، وبيّن أن الجمعة أيضا من خيرات الجمعة أنه فيه خلق آدم، فيه دخل الجنة، فيه خروج من الجنة، فيه قيام الساعة، ولذلك من السنة الأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. فكان يوم الجمعة يعني فارق بينه وبين إيش؟ وبين الأيام الأخرى. فإن كان اليوم الجمعة فيعني يفترق عن الأيام الأخرى، يبقى الإلحاق به فيه ضعف. إلحاق الجمعة بالأيام الأخرى فيه ضعف، لأن الفوارق قد جاءت وبين النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم. فإذا هذا اليوم يكون له خصيصة أنه لا تسعر جهنم في هذا اليوم، هذا التوقيت لا تسعير فيه، لا يسعر في هذا الوقت، لا تسعر جهنم في هذا الوقت في الجمعة، لأن الجمعة تفارق باقي الأيام. ولذلك ورد عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يصلون في الجمعة ويواصلون الصلاة إلى أن يصعد الإمام على المنبر، ولا إنكار في ذلك. وإن كان قد ورد عن مسعود أنه قال: كنا ننهى أو ننهى عن ذلك، يعني يوم الجمعة. غيره من الصحابة كانوا يدخلون ويصلون إلى أن يصعد الإمام على المنبر. مش حديث البخاري وهو النبي صلى الله عليه وسلم بتكلم عن الاغتسال والذهاب للمسجد، فيصلي ما شاء الله لا يصلي. ويصلي ما شاء، أو حديث جاء ضمنا، لأنه ما يقولون أي دليل عام على مسألة خاصة دلالته تضعف، فهو يقولون نعم يصلي ما شاء إلا وقت الزوال، والاحتمالات واردة، لكن نحن نقول كفى بأن الصحابة الكرام فعلوا ذلك. هذا هو، نعم، حقيقة الأمر أن الفوارق
واضح في الإلحاق. قال: ولنا عموم الأحاديث في النهي، وذكر لأحمد الرخصة في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. قال: فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه: حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وحديث عقبة النهي يعني نعم. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عامر قال بأنها تسعر جهنم يعني في هذه الأوقات، فنهى عن الصلاة فيها وأن نقبر موتانا. نعم. قال: وحديث الصنابحي قال رواه الأثرم عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت فقارنها، فإذا زالت فارقها، فإن دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. نعم. ولأنه وقت نهي فاستوى فيه يوم الجمعة وغيره كسائر الأوقات، وحديثهم ضعيف. في إسناده ليث بن أبي سليم. احنا قلنا الأحاديث مرفوعة في مسألة الصلاة في وقت الجمعة حديث ضعيفة مرفوعة لكنها موقوفة صحيحة. قال: في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وهو مرسل لأن أبا الخليل يرويه عن أبي قتادة رضي الله عنه ولم يسمع منه. وقولهم إنهم ينتظرون الجمعة، قلنا: إذا علم وقت النهي فليس له أن يصلي، فإن شك فله أن يصلي حتى يعلم، لأن الأصل الإباحة فلا تزول بالشك. والله وقولهم إنهم ينتظرون الجمعة، قلنا: إذا علم وقت النهي فليس له أن يصلي، يكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استعاضا يعني، فإن شك فله أن يصلي حتى يعلم، أن الأصل لأن الأصل الإباحة فلا تزول بالشك. هذا أمر يعني فيه إنصاف. الصحيح في هذا الباب أن نقول نعم كل هذا قد ثبت، وأن النبي قال بأنها إذا زالت فارقها، إذا قرنها عند الزوال، إذا استوت قرنها، وإذا زالت فارقها. لكننا نقول والفوارق قد جاءت بأن الجمعة يفارق كل الأيام، هذا كلام في عموم الأيام إلا في يوم الجمعة، يوم الجمعة وسيد الأيام، ولو فضيلة خاصة فنقول حتى عند الاستواء لا يقارنها ولا 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 يفارقها بعد الزوال، لأن الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس في الأسبوع، يعني هو سيد الأيام، ويوم الجمعة يوم عيد. وقلنا بأن النبي قال إنه أضل أهل الكتاب عنه وقد هدانا إياه. فالصحيح في ذلك أنه إذا دخل المسجد له أن يصلي حتى يصعد الإمام على المنبر. وكل أبواب النهي التي جاءت في كل الأيام لكنها تقف عند يوم الجمعة للفوارق الواضحة في بين الجمعة بين باقي الأيام، فيوم الجمعة هو سيد الأيام. نعم. نكتفي بهذا، ولو في بعض الأسئلة تفضلوا. بعض الإخوة عندنا صلوا ركعتين قيام الليل في المسجد باتفاق مسبق قبلها بكم يوم، وأنا والأخ المعقد بسيط ما صلينا، اعتقدنا أنها بدعة، هل ما فعلناه صحيح؟ صحيح وخطأ، كان عليكم النصح وكان عليكم البيان، وأيضا لا يقال في أول مرة بعد الاجتماع أنه بدعة، لا، يقال مخالفة للسنة، ثم إذا استمروا على ذلك قد ابتدعوا في دين الله جل في علاه، لأنها هذه شبه بدعة إضافية يشملها عموم نصوص، فالكلام فيها على الاستمرار، البدعة فيها على الاستمرار. وكان عليكم النصح، كان أولى بكم أن تنصحوهم يعني، ومع ذلك كان الأسلم لكم أن تنسحبوا وقد انسحبتم. شفنا الاتفاق في هذه الحالة يشترط لها الاستمرار. نعم. شوف اتفقوا أن نقيم الليل يوم الثلاث. نعم. قيام الليل له أصول ولا ما ليس له أصول؟ ليس له أصول. له أصول وأصول عامة ومعروف، هو دخل تحت الأصل الآن. فنقول له ما كان الأمر يأتي قصدا، يأتي وفاقا كما فعل النبي مع من؟ مع ابن عباس، أو فعل ابن عباس مع النبي، يأتي وفاقا فلا تكرر الاتفاق. طب أول حاجة؟ اتفضل. أول حاجة شيخنا قلنا إن البدعة تكون بدعة إذا أثبتنا المضارعة. لا، احنا بنتكلم على البدعية، كيف تكون البدعية؟ بالمضارعة. عندما تكون يضاهي بها الشرعية، عندما تكون يضاهي بها الشرعية ولا دليل عليها. فإن صحيح. كان في دليل عليها صارت هنا عندنا المشتبه اللي هي البدعة الإضافية. البدعة الإضافية فيها شبه من السنة وفيها شبه من البدعة. فمن أول وهلة لا تستطيع أن تبدع، لأن شبه السنة إيش؟ موجود. أنا فاهم. فإذا خرج بها عن إطارها قلنا صارت بدعة. يعني لو صليت عليك بعد الصلاة هقول لك تدان تحت أصل عام. وأقول له حضرتك تقبل الله وأحسن الله عليك. في المرة الثانية والمرة الثالثة يأتي أقول له تعالى.
الآن أنت فعلت ذلك لأنه في هناك الأدلة جاءت بالسلام على الأنبياء والمرسلين والسلام على من على يمينه والسلام على من على شماله. الصحابة الكرام كان عندهم ذلك وكان أصل العام أيضا يشملهم وكفوا ولم يفعلوا. فأنت استمرارك هذا مخالف لما كان عليه طريقة الأولين وهذا ينبئ بالبدعة. لكن البداية الأولى الأصل العام لما كان يكتلفها بقى عندي شبه في البدعة وشبه في إيش ما ما لا أستطيع أن أبدع هنا. والله أنا مع حضرتك فهم ليش اللي عندك النقطة بقى لما ده اتفق مع حضرتك في أول من أول حتى مرة. في الاتفاق في أول مرة أنت بتتفق الآن بتتفق معك أصل عام. لذلك قلت لك لا تستمر على الاتفاق لأن الاستمرار ده قد أظهر لي البدعة الضفية أنها مالت إلى إيه إلى البدعة المحضة ما مالت إلى السنة. وليه هم بيتكلموا على البدعة الضفية؟ لأن فيها شبهان فيها وجه للسنة ووجه للبدعة فكيف أنا أحكم عليها من أول مرة والوجه موجود. يبقى المسألة لما تأتي القرينة التي تميل بها إلى أي الجانبين تحسب من الجانب التي مالت له مالت إليه. مفهومة؟ فهمت؟ أنا مسألة الاتفاق مش عارف مسألة الاتفاق أنا والله لابد من الديمو عليه حبيبي. اسمع الآن هذا الاتفاق له أصل عام الاتفاق؟ ها؟ اتفقوا ان نقوم بال... لا اتفقوا ان نقوم نقيم الليل ما قال الله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. نعم. خلاص هو بيقول انا بطبق الايه وبطبق قول سلم واعلم ان شاف المؤمن والنبي صلى قياما بالناس وقصدوها في التراويح واتفقوا عليها في التراويح. ما هو الان ده قلت بدعه ما تقول بدعه يبقى هو اصل عام عندهم في الاصل اهو الان. فنقطه تعالى نشوف الاتفاق هنا كان الاتفاق في شهر خاص في أيام خاصة في هذا الباب ولم يرد عنهم. يبقى أنت شابهتهم في هذا الباب نقول لك لا تستمر استمرارك دال على أنك محط إيش محط المسألة في صلاة البدعة واردة. فأنا ما أستطيع بأصل عام أن أنا أبدع شيء فيه شبه. الاشتباه يمنع التمحيد والاشتباه يمنع وقوع الحكم العام. أتفضل. لو انا قلت مثلا سيدنا ان قيام الليل يندرج تحت اصل عام لكن الاجتماع قصدا ورد الاجتماع قصدا ورد ما اقول له الاصل ان الجماعه عباده شيخ ورد حتى في النافله ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قال عتبان قال لو تعالى الى بيتي فصلي فيه اتخذه مسجدا قصدا دي ولا مش ولا وفاقا قصدا او قصدا في نافله في أصول تدل عليها أو قصدا في نافله الآن. قال السلام عليك خزيرة أو خليزة فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أين تريدني أن أصلي بس هذا هو انت فأنت الناس تعبوا. الأولى استثناء هذا استثناء الجمعة من عدم التسعير وقت الزوال بالنظر لفضيلة اليوم أم هناك أثر جاءت أثار عن الصحابة باستدامة الصلاة إلى الزوال. وعندنا حديث عام حديث الصحيحين يعني هو الاحتمالية فيه واردة من جاء وقت الزوال ولم يجد مكان بالمسجد وأخذ يتركع في المصلى لا يصلي في المصلى. فإن أراد أن يصلي في المصلى حتى يسعد الإمام له ذلك. إذا قام الداعي وانتفى المانع رضاه بدعة طبعا. أعرف أختي تعاني من السحر وهي ما تفعله كل يوم من ذكر رقى وقيام لا يقدر عليه إلا القليل ومع ذلك فهي ما شفيت تماما بل إن غفلت عن الذكر قليلا يشتد عليها الأمر. فما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن القلب غير حاضر عند الذكر لابد أن يكون حاضرا لأن السيف موجود والضرب به أيضا يؤثر لكن البتر يحتاج إلى يد قوية وعليها أيضا بالدعاء عليها بالدعاء. يقول الرد على من يريدون حديث يردون حديث سجود الشمس تحت الشمس هؤلاء بله سفاء. نعم هم علمانيون. هذه المسألة مسألة غيبية وجب عليها التسليم. فالرد عليهم نقول أنتم لو كنتم عبادة لله حقا تصدقون الله فإن الحديث قد ثبت وما ثبت لابد الإيمان به والتسليم. الذي لا يصلي من يوم أن ولد إلى 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 يوم الناس هذا فهذا لا يعني حقيقة الأمر أن لم يرى كفر مثل هذا الرجل. ما نسي العشاء حتى الغد من المغرب تذكر يرتب ويعيد يعيد على حيثما استطاع إلى ذلك سبيلا. المزامنة تخص بالتمر وبيع السمر على رؤوس النخل
أما الحوقلة المحقلة يعني فهي خاصة بها. نعم وهذا تفسير صحيح. البدعة المكفرة والبدعة المفسقة الفرق بينهما كبير. البدعة المكفرة يكفر صاحبها، والبدعة المفسقة يكون فاسقا لكنها يكون مسلما. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.